هذه رسالة من الحرس الثوري الإيراني، أبق على اتصال للحصول على معلومات مهمة لبقائك وبقاء أسرتك. حال الطوارئ، 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 حال الطوارئ. هذا ليس اختبار، كرر، هذا ليس اختبار. تم بث هذا التحذير الطارئ لجميع أنحاء إيران من قبل الحرس الثوري الإيراني بناء على طلب دوائر الشرطة المحلية. أحذر من العديد من الاحتجاجات التي تحدث في جميع أنحاء إيران وتتركز بشكل أساسي في المستوطنات الحضرية. لا نشارك، لا تقترب. تبذل الشرطة قصارى جهدها لمحاولة إنهاء هذه الاحتجاجات. ربما يتم دعمهم من قبل إسرائيل، وربما يتم إرسال طائرات بدون طيار إلى ذلك البلد لإجبارهم على التوقف عن دعم الاحتجاجات. ينصح بشدة بعدم الخروج إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية. كرر، لا تخرج إلا في حالة الضرورة القصوى. بسبب الاضطرابات المدنية يصي حظر التجول بين الساعة 8 مساء و5 صباحا. سيتم اعدام اي شخص يتم القبض عليه في الخارج بين هذه الاوقات. I hope you've enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and share this video with all your friends, and perhaps consider subscribing to my channel. Thank you, and I'll see you next time.